السراي هم متجمعون في نقطة معينة أمام السراي، وإنما كان هناك عدد منهم قد بدأ بالمغادرة. أما هذه الصورة في هذه الأثناء هي مباشرة من أمام المدينة الرياضية في بيروت. إذا نذكر بأن الهدوء قد عاد إلى أمام السراي الحكومي. عشرات الشبان فقط ما زالوا متواجدين هناك، وقد بدأ عددهم يتضاءل بعد دعوة الرئيس الحريري لهم بالانسحاب من الشارع. ومعي مباشرة في هذه الأثناء الزميلة نوال بري من أمام المدينة الرياضية في بيروت. نوال، كيف لك أن تنقلي المشهد من هناك؟ هل من تطورات أو تصعيد أو توتر في شوارع العاصمة؟ يعني بداية كاترين، أود أن هنا أن أشير إلى أن هذه الدرجات النارية الآن أمامكم بدأ إشعال الإطارات هنا على المدينة الرياضية من قبل الشبان الذين كانوا يحاولون منذ بعض الوقت، كنا يعني نحن نرصد تحركهم، وكانوا يمهدون لمحاولة قطع الطريق، ولكن الجيش اللبناني يعني كان يمنعهم. أما الآن وكما ترون أمامكم على الشاشة فقد بدأ قطع الطريق بالإطارات المشتعلة، مع العلم أن الجيش اللبناني منتشر بكثافة على المدينة الرياضية، والآن في هذه الأثناء تقطع الطريق إذن باتجاه واحد حتى الساعة. السيارات الآن بدأت تذهب بالاتجاه المغاير من هنا من الكولا. هذا بالنسبة إذن للمدينة الرياضية التي قطعت. نوال، هل يعني عرف ما هي انتماءات الشبان الذين يعني هل هم من أحزاب معينة يحملون يعني ما يشير إلى انتمائهم السياسي؟ يعني كاترين هنا المنطقة يعني يمكن القول أنها معروفة لمن محسوبة على من هنا، يعني هي منطقة تيار المستقبل طبعا، وهم الوحيدون الذين يقطعون الطرقات دائما هنا في هذه المنطقة، وبالتالي فإن يعني كنا أيضا وفي جولتنا كنا قد رأينا البعض منهم على الدراجات النارية ويضعون البوند الأزرق على رأسهم يعني وينتشرون في الشوارع. في الحقيقة كاترين يعني نحن كنا نتوقع أن يقطعوا الشارع، لأنه كما ذكرت فإنهم كانوا يمهدون لهذا منذ بعض الوقت، أي منذ بدأ الاشتباك في السراي الحكومي كانت بدأت الدراجات النارية تجتمع هنا بالقرب من طريق الجديدة، إلى أن تجمهروا قريبا أو بالقرب من الجيش اللبناني ليقوموا الآن وفي هذه اللحظات أو منذ بعض الوقت بقطع الطريق بالإطارات المشتعلة. هذا بالنسبة للمدينة الرياضية كاترين، ولكن سابقا ومنذ بعض الوقت قام بعض الشبان بقطع طريق النعمة، لأن طريق النعمة مقطوعة، ذهبنا إلى هناك منذ بعض الوقت وبدأ الشبان يعني البعض منهم كان يحمل العصي ومنعوا مرور السيارات باتجاه الجنوب، وقاموا أيضا بقطعها باتجاه بيروت بالمستوعبات وبالإطارات المشتعلة، وبالتالي اضطر الجميع إلى أخذ إلى سلك طرقات أخرى وإما الرجوع إلى بيروت تخوفا، لأنه يعني وبحسب الأحداث السابقة في النعمة فكان هناك يعني بعض التوتر من قبل الشباب الذين ينزلون دائما في النعمة، يعني هناك ضرب لبعض الأشخاص، وكما تعلمين وضع النعمة متوتر. وبالتالي فإذا نشير إلى أن النعمة قطعت بالاتجاهين بالإطارات المشتعلة، والآن طريق الجديدة أو الملعب البلدي المدينة الرياضية كاترين الآن يقوم الشبان بقطعها، ولكن كما ويبدو كاترين كأن أحدا يعني منعهم من قطعها لأنهم تفرقوا، يعني هناك بعض الشباب الذين تفرقوا من وسط الشارع، لا ندري إذا كان الجيش اللبناني يعمل الآن على منعهم من قطع الطرقات، لأن المدينة الرياضية يعني الجيش اللبناني أحكم سيطرته عليها إن كان من دبابات أم كان من تعزيزات من أفراده المنتشرين. الآن أشعلت الإطارات مجددا إذن على هنا، أشعلت وقطعت الطريق من قبل الشبان الذين أتوا بدرجاتهم النارية وقطعوا الطريق. سنعود إليك نوال، وفي هذه الأثناء ننتقل إلى سراي من جديد للوقوف على صورة في هذه الأثناء مع زميل فراس حطوم. فراس، هل يعني بدأ العدد يتضاءل فعلا أم ما زال الوضع على حاله يعني كما كان منذ قليل؟ نعم بالفعل كاترين، يعني يصح القول أن الوضع لا زال إلى حاله. مشاهدته
خيما وبعض الفرش التي تم إحضارها ووسادات يعني إلى محيط السراي، فيما يؤشر إلى نية ربما لدى المتظاهرين لتحويل تحركهم إلى اعتصام ومبيت ليلتهم في ذلك المكان. معي مباشرة عبر الهاتف دكتور خلدون الشريف مستشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. أهلا بك دكتور خلدون. ويعني هل سيستقيل الرئيس ميقاتي نزولا عند رغبة كل القيادات السياسية التي تحدثت اليوم وأمام أيضا يعني مطالبات الشعبية التي سمعناها؟ يعني بداية موضوع الاستقالة هو موضوع يقرره رئيس الحكومة بالتشاور مع فخامة رئيس الجمهورية والفرقاء المكونين لمجلس الوزراء، وهذا الأمر تحدث به دولة الرئيس بالأمس حين عقدت جلسة مجلس الوزراء وجرى ما جرى من تداول بينه وبين فخامة رئيس الجمهورية. الأصل فيه هو حماية استقرار لبنان، والأصل فيه هو تقطيع هذه المرحلة بأقل أضرار. لقد كان المصاب جلل، واللواء وسام الحسن يمثل بالنسبة لرئيس الحكومة رأسا لجهاز مهم وصديقا شخصيا وله علاقة فيه الكل يعرفها بدون أدنى شك، ولكن الآن مصلحة لبنان، استقرار لبنان، هدوء الوضع في لبنان هو مطلب كل اللبنانيين. نعم. الذين لم يخرجوا إلى الشارع. ولكن نعم، ولكن الدكتور عفوا ثانيا بالسياسة. فضل. بالسياسة من رأيناهم اليوم في الشارع هم لبنانيون بدون أدنى شك، ولكنهم لا يمثلون كل الرأي العام اللبناني وكل الشارع اللبناني. لقد علمتنا التجارب أن كل شارع في مقابله شارع، وأن أي توجه لإعادة إنتاج حركة 8 أدار أو 14 أدار ستؤدي إلى استمرار الأزمة في لبنان وإلى توطدها وتعمقها. نحن موجودون في الحكم من أجل عزل لبنان عما يجري في المنطقة في الوقت الذي تسعى أطراف عديدة لزج لبنان فيما يجري في المنطقة. نعم، البعض يشبه الوضع اليوم يعني بالوضع غداة استشهاد الرئيس رفيق الحريري واستقالة حكومة الرئيس عمر كرام، وبالتالي يرى أن من مسؤولية واجب رئيس ميقاتي أي يستقيل، خصوصا وأنه موضوع الاستقرار الذي تحدثت عنه البعض يرى أنه كان حجة تبين أنها لم تعد موجودة، ليس هناك استقرار أمني في البلد بدليل اغتيال اللواء وسام الحسن. من هذا المنطلق تداعى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لإجراء جولة من المشاورات مع الأطراف السياسية المكونة للحكومة والمعارضة للحكومة من أجل اجتراح مخرج لائق يحفظ استقرار البلد. لا يمكن للبلد أن يحفظ استقراره إلا في السياسة. الشارع لا يأتي إلا بشارع، والاعتصام لا يأتي إلا باعتصام، ورفع السقف لا يأتي إلا برفع سقف الطريق في الجهة المقابلة. طيب أشيعت أجواء، نحن نتطلع إلى هذا الأمر الآن رغم المصاب الجلل ورغم الكآبة التي تحيط بنا، ولكن نتطلع الآن بشكل أساس كيف نحفظ ما تبقى من استقرار في هذا البلد، وكيف نمنع هذا البلد من الانزلاق إلى أتون، يرغب أكثر من فريق محلي وخارجي في الانزلاق إليه. طيب إذا كانت الحكومة والسلطة التنفيذية لا تتحمل مسؤولية ما جرى، إذا من يتحمل المسؤولية برأيكم؟ مسؤولية السلطة الآن تقوم على عمود واحد هو فتح التحقيق والاستمرار به ومعرفة من قتل اللواء وسام الحسن وتحويله إلى المحاكمة والاقتصاص منه. ولكن لم يعد هناك ثقة لدى العدد كبير من اللبنانيين بأن التحقيق سيصل إلى 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 نتيجة. يا ستي العدد الكبير من اللبنانيين كيف يتقرر؟ شو يعني كيف تبني أن عدد كبير من اللبنانيين أو قليل من اللبنانيين؟ هناك فريق من اللبنانيين قال ما قاله الآن، ولكن هناك فريق آخر لم يقل ما يريد أن يقوله بعد. لا تقرر المسألة في الشارع، المسألة تقرر في السياسة وفي المكان المحدد للسياسة. نعم، ولكن هناك حقائق، يعني في هناك تحقيقات لم تؤدي لأي نتيجة حتى الساعة، يعني ما يخلق نوع من علامات استفهام حول ما يحكى عن تحقيقات. أحيلك إلى ما قاله اللواء أشرف ريفي. اللواء أشرف ريفي قال إن العملية التي حصلت هي عملية كبيرة، هناك فريق قد فرغ تماما للتحقيق في هذا الأمر، سيأخذ الأمر بعض الوقت، ربما أسابيع، ربما شهر، ربما أكثر، ولكننا سنصل بالنهاية لمن استهدف.